تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المستمعين، واسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. معنا اليوم في التنسيق ميرا المري، ايش حالك يا ميرا؟ وأيضا في الإخراج كذلك معانا أبو نوح يعود مرة أخرى، منور يا أيمن سرحيل، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. صباحكم خير. وخلص البرنامج، مع السلامة. صباح الخير دكتورة، نسيناك من زمان ما طلعتي ويانا. حرام عليكم، ثلاثة أيام، خميس وسبت وخميس وأحد وأثنين، هي والله كم يوم. صباح عليكم الخير والنور والسرور، يوم الأربعاء اللي يسبق يوم الخميس الأونس إن شاء الله، باكر آخر يوم في الأسبوع. أنا غبت عنكم فعلا، والله كنت مريضة، والله تعبانة، ما أدري منو عاداني. المهم أذكركم بأرقام التواصل 600. أقول لك منو عادات؟ مو بكوتي. زين. اللي جاي من فرنسا. جاي من فرنسا، زين ما مشكلة. أنت مريضة وأشوفك معرض الكتاب هناك تلعلعين. لازم ألعلع. لازم أسير. أدي مهمة نبيلة كان إن أكون في معرض الكتاب أقول عن صحة القارئ وعن تأثير القراءة على الصحة. يا سلام. إنزين خذ كم أرقام التواصل ونقول أقول لكم عقب عن معرض الكتاب على 600-55-1414 ورسائل نصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. طبعا هاي كلها قنوات تواصل، تتواصلون معانا، ملاحظة، شكوى، شكر، اي شيء تحسونه ممكن يساهم في تحسين القطاع الصحي في دبي بشكل خاص وفي الامارات بشكل عام، من وجهة نظركم كمتعاملين ورواد لمنشآت الصحية التابعة لهيئة الصحة في دبي، فشاركوا معنا. طيب دكتورة، صحة القارئ، بما ان نحن نعيش هذه الايام الجميلة اللي تعيشها دولة الامارات مع هذه التظاهرة وهذا العرس الثقافي الجميل اللي يعني يقام في مدينة الشارقة، معرض الشارقة الدولي للكتاب، خبريني شو باختصار عن الورقة اللي قدمتيها هناك؟ كانت عن أهمية القراءة من ناحية الصحية. يعني احنا دائما نفكر ان القراءة عشان نصير مثقف اكثر، اناقش افضل، ولكن القراءة حتى الصحية تأثر على صحتنا على عدة مستويات. اولا القراءة ممكن تخفف خطر اصابتنا بالزهايمر والخرف 2.5، يعني يكون عندي 2.5 خطر أقل أني أصاب بالزهايمر والخرف. هاي أول واحد. رقم 2، القراءة أثبتت علميا أنها ممكن تقلل التوتر، التوتر اللي يعاني منه معظم الناس في هالعصر بسبب المشاغل، الأعمال، الترافيك أو الزحمة في الشارع، تخفف التوتر. رقم 3، تساعد على تحسين النوم. الناس اللي عندهم أرق ممكن نعطيهم القراءة كوصفة يمارسونها كل يوم نص ساعة قبل النوم، يشجع الدماغ أنه يروح في النوم بشكل أفضل. أيضا تحسن مستوى التركيز عندنا محمود، تلاقي معظم الناس الحين تركيزهم بسيط، ما انتين يركزون في الشغلة فترة طويلة، القراءة تحسن التركيز عندنا. وأيضا القراءة صارت وصفة تنعطى لمرضى الزهايمر لتقليل تطور المرض عندهم، وبالتالي يكون يعيشون فترة أطول بصحة أفضل. على طاري النوم دكتورة، في عندنا دراسة تكشف سبب صادم لقلة النوم لدى الأطفال، حيث نشرت صحيفة بيدياتريكس أن معظم الدراسات يعني تثبت التأثير السلبي للهواتف الذكية والحواسيب على نوم الأطفال والمراهقين. طبعا في سعيها لشرح تأثير الأجهزة الذكية على النوم، تشير الباحثة مونيك ليبوراجوا من جامعة كولورادو في مدينة بولدر الأمريكية إلى أن الضوء يعد المقياس الأساسي لعمل دماغ الإنسان، فعندما ينعكس الضوء على
شبكة العين في المساء ينخفض تركيز الميلاتونين بشكل كبير، مما يعني يذهب النوم لدى الإنسان ويؤدي إلى اضطراب في ساعته البيولوجية. يكون البؤبؤ في عيون الأطفال أكبر بطبيعته من البؤبؤ في عيون الكبار، وعدسة العين لدى الصغار أكثر شفافية من عدسة العين لدى البالغين، لذلك تكون عيون الأطفال أكثر حساسية للضوء من البالغين. وبعد أن قامت مونيك بدراسة أكثر من 50 بحث علمي عن تأثير شاشات الأجهزة الإلكترونية على صحة الأطفال من عمر 5 إلى 17 سنة، تبين أن 90% منها يعني تثبت أنه كلما ازداد الوقت الذي يمضيه الطفل أمام هذه الشاشات كلما كان نومه أسوأ. وقد أظهرت التجارب أيضا أن تركيز الميلاتونين وهرمون النوم عند الأطفال ينخفض بسرعة أكثر من مرتين مما يحصل عند الكبار عند التعرض لموجات الضوئية القصيرة الضوء الأزرق الصادر من الأجهزة الإلكترونية. طبعا لا يشترط الإمساك بهذه الأجهزة الحديثة باليد للإضرار بالساعة البيولوجية للإنسان، فبمجرد وجودها بنفس غرفة النوم لاستخدامها كمنبه هكذا يعني يفعل 75% من المراهقين، وأنا كنت واحد منهم حقيقة يوم التلفزيون حتى ما كان عندنا تلفزيون جاب الشبرية عموما زين يضر بالصحة ويضرب الساعة البيولوجية للإنسان. ويوصل العلماء والباحثون الآباء والأمهات بعدم إعطاء الأطفال هواتف النقالة قبل ساعة من النوم وإطفاء جميع الأجهزة الإلكترونية في أوقات النوم والراحة وشحنها في غرف أخرى بعيدا عن غرف نوم الأطفال. هذه واحدة من محاور محمود كنا نناقشها مع عرض الكتاب إن يقولون شوف شو الفرق بين الكتاب الورقي والقراءة من أجهزة اللوحية. الجهاز اللوحي يا جماعة كمية الإشعاعات اللي تطلع منه تعطي تنبيهات مستمرة للدماغ، تخلي الدماغ دائما في حالة نشطة. وهذه الدراسة تثبت أن مادة الميلاتونين موجودة في الدماغ. شوف احنا قلنا في معرض الكتاب لما طرحنا عن تأثير القراءة على النوم أن القراءة تساعد على إفراز الميلاتونين، بالتالي الناس تنام بشكل أفضل. الجهاز اللوحي الأضواء اللي تطلع منه تعطي إحساس الدماغ يعني الحين في النهار، ليس انه هذا ليس وقت النوم، مهما كانت الاضاءه خافته حوالينا يعطي تنبيهات عن طريق العين انه ليس هذا مو وقت النوم، بالتالي يتم الانسان متنبه اكثر. ممكن تحسون ان نمتوا فعلا، ممكن واحد يجي له نوم وينام ولكن ما يروح في النوم العميق اللي هو النوم اللي انت تبغى توصل له عشان تشبع من النوم مثل ما نقول الصبح. وحتى في وجود الهاتف ترى حذالنا على الطاولة بجانب السرير، الإضاءات اللي تطلع من الهاتف مع التنبيهات حتى لو ما في صوت ترى وحتى لو ما يهز الإضاءة نفسها يستقبلها العين حتى وهي مسكرة، تعطي إحساس أنه ممكن وصل النهار لازم أنا أصحى من النوم، بالتالي نشي الصبح نلاقي عمرنا تعبانين كأنه ما أخذنا كفاية من النوم. أنا ما عندي مشكلة أنام في أي مكان. هي محمود أكثر مرة ذكر ما شاء الله عليه يقول ينام أي مكان. ما عندي مشكلة، حتى لما قرر أن أبغي أنام بنام في الطيارة في السيارة في مكان في. هذه نعمة ينعم بها القليل من البشر وأنت واحد من هؤلاء البشر. لا والله أنا أعتقد حتى الله يذكره بالخير يعني صديقي والرائع شاعر الوطن الخوار كان كاتب حتى قصيدة في هذا الموضوع، قالوا النوم سلطان، قلت محمود ما أتذكر البيت شو مكتوب. كتب فيك يعني. هي. زين لكن انا اثبت ويعني دحضت هذه الاتهامات انه هو بعد ينام اكثر مني، هو ما عنده هو بس سويت. زين عموما تحيه للخوار. بنوصل معاكم للفاصل الاول، بعد الفاصل ان شاء الله بنتواصل مع العديد من المواضيع القادمه، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. ارقام التواصل معنا دكتوره 600551414 ورسائل نصيه على 4006 موجودين لايف على نور دبي. فاصل وراجعين. فاصل وراجعين. صحه وسعاده. سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. دكتورة أثناء الفاصل كنا نتحدث عن بعض الحملات التي تقام ضمن الشهر هذا
من ضمنها حملة السكري، فكنت ذكرتي أن هناك حملة تقام في المراكز الصحية لورية، أعطيني إياها باختصار الله يخليك. بذكركم بخبركم التواريخ الموجود فيها حملات السكر للاحتفال بيوم السكر، اللي هو بتكون يوم الخميس باكر في المركز المزهر، يوم الأحد 12 في مركز الخوانيج، يوم الثلاثة تاريخ 14 في ند الحمر، الخميس 16 في البرشة، الأحد 19 في البدع، والخميس 23 في الممزر. توجهوا هناك، سووا فحوصات أولية على الأقل، اطمنوا وش الوضع عندكم، وبعدين تم تحويلكم على الطبيب حسب الحاجة. طيب أيضا يعني هنالك العديد من الاتفاقيات اللي قامت بتوقيعها هيئة الصحة بدبي، يعني خاصة البارحة كان يوم حافل بالفعاليات، فنحن نتكلم عن توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الصحة بدبي وشرطة دبي. أخونا سالم باللاحج معانا على عبر الهاتف، مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع، بيكلمنا أكثر عن هذه الاتفاقية. صبحك الله بالخير سالم. خير والنور أخي محمود، كيف الحال؟ الله يسلمك. عطنا نبدأ عن هذه الاتفاقية بارك الله فيك. الله يسلم. طبعا هذه الاتفاقية هي كانت تم توقيعها على هامش أعمال الدورة العاشرة لمنتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية، وطبعا هي التزام من هيئة الصحة لتكامل الأدوار بين المؤسسات وهيئات حكومة دبي. وصار التوقيع هذا يعني كثمرة من يعني من التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الصحة. يعني طبعا هاي تهدف، هي المبادرة تهدف أو أساسا هي جزء من مذكرات يعني بتكون مع الشرطة أو القيادة العامة، هي إحنا تختص هذه بالجانب الإنساني اللي هو مع شرطة دبي اللي هو إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل. يعني ممتاز. هل مذكرة كيف بتساعد الفئات المستهدفة منها؟ هل بتكون في حملات أو تبرعات؟ هي طبعا الحملة هذه إحنا طبعا هي تعتبر القيادة العامة لشرطة دبي من أول المؤسسات الشرطية اللي أطلقت أو أنها أسست إدارة تعتني بحقوق الإنسان يعني في الدولة بشكل عام، وهي من المبادرات يعني الشرطة يعني اللي لاقت نجاحات كثيرة. يعني طبعا إحنا كنا في التنسيق معهم في البدايات، كانت على أساس كيف نحن الحالات الإنسانية اللي توصلهم كيف يكون في تدخل من خلال هيئة الصحة، أو يكون في أدوار متكاملة بيننا وبينهم في الحالات اللي تحول من خلالهم، الحالات اللي تكون يعني تعرضت لأذى أو هذه وتكون لها سرية خاصة معينة يعني، أو أنها تحتاج تكون الأوراق الثبوتية مش مكتملة، يعني تبغي لها تدخل في مذكرة تفاهم يعني متفق عليها بيننا وبينهم وحسب الآلية اللي اتفقنا وياهم فيها يعني. ممتاز. إذا يعني هذه المذكرة إن شاء الله سوف تفرج عن الناس معوزين، وأعتقد أن وجود مثل هذا التعاون هو تجسيد حقيقة لسعي جميع الدوائر الحكومية نحو يعني التيسير على المعوزين بشكل أو بآخر. تبغي تضيف شيء أستاذ سالم قبل لا نختم معك؟ لا، هي هذا كان كل يعني أساسيات المذكرة يعني تقريبا. جزاك الله خير، ما قصرت. شكرا لك أخي سالم، نهارك سعيد. شكرا وياكم، شكرا. طيب دكتورة، أنا برجع لموضوع فحوصات السكري. المشكلة دكتورة هنالك يعني بعض المفاهيم الخاطئة عن مرض السكري بشكل أو بآخر. شو أسباب، شو اللي يسوي السكر؟ هل إنه من كثر ما آكل أنا سكريات ممكن يصيبني سكر ولا صحة؟ إنزين، فشو هي الأسباب اللي ممكن تؤدي إن الواحد يصاب بمرض السكري غير الأسباب الوراثية؟ إنزين، ها سؤال مهم، ويمكن في وايد ناس ما عندهم خلفية كاملة عن شو اللي سبب السكر. السكر مثل ما قال محمود عامل الوراثة فيه عامل أساسي، ولكن العوامل اللي تخلي عامل الوراثي هذا ينشط وبالتالي أنا أصاب بالسكر وايد في عوامل. أول شيء نمط الحياة اليومي، نمط اليومي من يكون مو مرتبط بأكل الحلويات مباشرة، يعني أنا مو أكل حلاوة وايد بالتالي أصاب بالسكر، هذا مو بارتباط صحيح، ولكن تناول الأطعمة الدسمة المليئة بالدهون والسكريات بشكل متكرر، رقم واحد. رقم اثنين، عدم ممارسة الرياضة. رقم ثلاثة، نمط الحياة الغير صحي حتى مرتبط محمود بالنوم. احنا دائما نعزز على أهمية النوم يا جماعة. كيف النوم ممكن يسوي لي سكري؟
ببساطة قلة النوم تخلي جسمي غير قادر على الترميم خلال الليل، بالتالي يعزز ان الأجهزة العضوية اللي انا عندي في جسمي لا ترمم نفسها، بالتالي ممكن اصاب امراض الضغط، ارتفاع الكوليسترول والسكر. اذا الموضوع مو بس اكل حلويات، مو مرتبط مباشرة بالحلويات، نمط حياة اكيد. انزين، يعني البارحة حتى كان في واحدة من الخوات تتحدث عن هذا الموضوع، نحن فتحنا الموضوع هذا بشكل موسع، ف يا حليلة توا أصيبت بالسكري. انزين، فكانت تتكلم عن هذا، تقول أنا ما عندي ثقافة في هذا الموضوع أو كذا، بس قالوا لي إنه ممكن يعني إذا 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 سويت بعض الشغلات ممكن إنه أشفى منه. هل هذا الكلام سليم؟ تشفى منه هذه صعبة، يعني لأن طالما أصيب الإنسان بالسكر معناه أن البنكرياس عنده لا يعمل بطريقة صحيحة علميا، فالشفاء منه هي ما يفرز الإنسولين بطريقة كافية إذا من النوع الثاني، بالتالي تشفى منه هذه شوية تكون صعبة، ولكن تتحكم فيه نعم ممكن تتحكم فيه. طيب ممتاز، بس دكتورة ما في حالات ممكن أن يعني مع بداية إصابة الشخص بالسكري ممكن أن يعني يرجع عمل البنكرياس بشكل سليم؟ لا محمود، مشكلة يعني لا يمكن تصليح الخلل اللي في البنكرياس، ولكن اللي يستوي ان الناس اللي تم تشخيصهم مبكرا او من البداية واعطيناهم الخطة العلاجية ومشوا عليها، تلاقي لين 20 سنة قدام سكره منتظم، ادويته ما زاد عليها، مضاعفات السكري ما يتلف. فانا ما اقدر امنع، ما اقدر يقول ارجع الساعة للوراء مثلا، ارجع ما قبل السكر، لا ما اقدر انا امنع او اوقف السكر خاصة ان استوي 100% ما عندي سكري، ولكن استطيع اتحكم بالسكر، ما تجيني مضاعفات، ان يكون سكري منتظم، اني ما اكثر ادوية، يعني ابتدي بالدواء واكمل معاه سنين وما اضطر اضيف مثلا انسولين وايد او حبوب اخرى، بالتالي الالتزام يساعدك انت انك تعيش فترة اطول بمضاعفات اقل. اذا نحن بعد الفاصل عندنا موضوع جميل، لما نتكلم عن اكسبو اصحاب الهمم، موضوع جميل، وعندنا ضيفة ان شاء الله يعني بتستمتعون بالحديث معاها، بتكون معانا يعني احدى الموظفات اللي في هيئة الصحة بدبي، بتكلمنا عن تجربتها هي من ذوي الهمم، وصال ادريس احمد مساعد المشرف في قطاع الرعاية الصحية الاولية. منشوف شو اللي تسويه وصال ممتاز، وكيف تعيش هذه التجربة، وما ناخذ وايد تفاصيل في هذه المسألة، ولكن يعني نتمنى منكم التفاعل، إذا حد عنده تجارب معينة بعد كذلك نبغي يتواصل معنا على الأرقام 600-551-414 ورسائل على 4006 ولايف على نور دبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة، أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. الآن في هذه الأيام نحن نعيش يعني حدث مهم جدا، وهو إكسبو أصحاب الهمم الدولي. هذا المعرض وهذا التجمع اللي يقدم يعني أبرز الإنجازات وأبرز يعني التقنيات في مجال خدمات ذوي الهمم، وأيضا الإنجازات اللي يعرضون ذوي الهمم من خلال تواجدهم في هذا المكان. نحن ما نستعرض أحد التجارب الجميلة في هيئة الصحة بدبي، معانا في الاستوديو الأخت وصال إدريس أحمد مساعد المشرف في قطاع الرعاية الصحية الأولية. صبحت الله بالخير يا وصال. صباحكم الله بالنور والسرور، ومشكورين وايد على دعوتكم لي في هذا البرنامج الصباحي. احنا شاكرين تواجدك معانا اليوم. وصال، أول شيء أعطينا نبذة عن شو الوظيفة اللي تأدينا في الهيئة، شو عملت؟ قبل الوظيفة دكتورة أنا أبغي أعرف يعني وصال شوية حالتها خاصة، لأن وصال أنت كنت تشوفين قبل صح؟ نعم بالضبط. زين، الآن يعني أصبتي بهذا المرض، خلينا نتكلم عن يعني الجانب الشخصي فيك، ما قبل وبعد
الإصابة، وسبحان الله لعله خير. دائما نحن نقول هنالك الكثير من الأمور تصير في حياتنا تكون يعني خيرة لنا. دافع أن لتغيير المجال أو لشغلة أفضل. فخبرينا عن هذه المرحلة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ محمود، طبعا تجربتي مع هذا المرض بدأت من 2014. أنا كنت أشتغل في هيئة الصحة قبل، نفس الوظيفة بس في الريجوليشن اللي هو التنظيم الصحي. بدأت أفقد النظر، ويعني يقل النظر عندي. يعني ما قصروا وياي الهيئة، كل مراحل العلاج أنا مريت فيها وجربت كل شيء. فبس سبحان الله ربك كاتب. أنا حياتي قبل كانت يعني كنت أنا workaholic، أحب أشتغل وايد وأحب أطلع وايد. I have my own car. سبحان الله 2016 يوم 5/9 بالضبط، ما أنسى هذا التاريخ، لأن يعني التاريخ اللي دخل فيه ولدي المدرسة الكي جي I was not with him، لأني يوم نشيت الصبح أنا ما أشوف ولا شيء. فصار فجأة أن أنت فقدت تماما البصر. suddenly هي فجأة. يعني الموضوع أخذ مني 4 شهور لما أتقبل وضعي. كنت في حالة اعتكاف في البيت، ما أطلع وايد، حتى أني ما أتكلم وايد مع all my friends، يعني قطعت وايد ناس. سبحان الله بفضل الدكتورة لطيفة، بفضل الله ثم الدكتورة لطيفة الرستماني، دعتني لورشة عمل لأصحاب الهمم في هيئة الصحة. ممتاز. ومن خلالها عرفتني على جمعية الإمارات للمعاقين بصريا في الشارقة. يعني تبنتني هالجمعية، ما قصروا معاي، هم اللي عطوني الدافع ان اكمل. ويعني فانا اخذت ان لازم اكمل مشواري في الحياة، رغم اني ما اشوف، بس رجعت وصالة قبلية، بس اني ما اقدر اسوق سيارتي. فرجعت وصالة قبلية اشتغل، تعلمت طريقة برايل للقراءة الحمد لله، وخلصت كورس كمبيوتر في معهد تمكين تبع الكي اتش دي اي مع الاستاذ عواطف. الحين بديت بعد اداوم في هيئه الصحه، الحين صار لي 2 شهر. ممتاز. مهامي اني اقوم بتحضير كتابه محضر الاجتماع، ويعني لقدام ان شاء الله بيعطوني مهام اخرى ان شاء الله. استخدم الكمبيوتر اللي هو السكرين ريدر، يقرا لي الشاشه، والكيبورد استخدم الطباعة العادية بس من غير الماوس. يعني ما في فرق كبير بين حياتي قبل والحين، غير ما اني بس ما اقدر اسوق سيارتي. وصلت، ذكرت نقطة وايد مهمة، ان انت استغرقتي 4 شهور عشان تتقبلين الحالة. فبس اعطينا نبدأ ان شو الاهمية ان انا فعلا لازم اتقبل الوضع اللي انا فيه مهما كان عشان انا اقدر اكمل حياتي. شو اهمية التقبل هذا؟ لازم يكون عندي دافع في الحياة. صحيح. أنا بنتي وولدي الله يحفظهم يا رب، يعني أنا مثل أعلى لهم كيف هم يحاولون يقلدوني في كل شيء. فأنا عندي دافع، كنت أني ما أبغى أراويهم أن أنا فقدت النظر، خلاص لازم أكون واقفة مكاني وما أتحرك. لا، لازم يعني يكون عندي يعني الدافع ان انا استمر. نعم. حتى لو فقط نعمة من النعم الموجودة. نعم. عندي اكيد. نعم. اكيد. شو تغير في يعني في العمل، في مجال العمل قبل وبعد؟ شو تحسين ان تغير؟ هل هو فقط فقد البصر، وتحسين كلازم ترتبين عملك من اول وديد عشان فقدتي نعمة البصر؟ اللي تغير بس اني فقدت النظر، بس جميع مهامي الحمد لله نفس الشيء. ممتاز. نفس الشيء. طيب انا بتكلم عن التحديات اللي واجهتيها. ليش ابغى اركز على هذا الموضوع؟ وصار لنا مساله مهمه جدا، ان يعني الواحد ينظر الى الامور بايجابيه وينظر الى التحديات على اساس انها يعني فرص ممكن للتحسين. فأحيانا الواحد ما يستوعب الشغلة. أنت استغرقتي مثلا قلتي 4 شهور، ولكن هذه 4 شهور غيرت مسار حياتك تماما للأفضل. أنا يعني ألتمس في صوتك هذا الهدوء الجميل، هذه الابتسامة الجميلة اللي تحملينها دائما من أول ما دخلتي، وهنالك طاقة جميلة جدا تبعثينها للناس اللي حواليك. فأبغي أتكلم عن هذه المسألة، موضوع التحديات أو فرص التحسين اللي خدتيها أنت.
أولا أحب أشكر سيدي الشيخ محمد بن راشد على أنه أعطانا الفرصة لأصحاب الهمم أنهم يعني يدمجون في المجتمع وأنه يكونون يعني فرد فعال في المجتمع. يعني الفرص اللي تقدمت لي وايد صراحة، وايد الفرص، يعني ابتداء قلت لكم من جمعية الإمارات للمعاقين بصريا، وفي هيئة الصحة بعد نفس الشيء وجه لهم الشكر، معاليها حميد القطامي بعد ما قصروا وياي بعد أن وفروا لي العمل بالرغم أني أنا ما أتوف، بس يعني ما أعرف شو أقول، يعني لساني عاجز عن شكرهم كلهم أنهم وقفوا وياي في هالمحنة. وأبا أقول يعني لكل حد يعني شو الأشياء اللي تفقدونها لازم تكملون مسيرتكم، لازم يعني تنطلقون لتحقيق الهدف أو أهدافكم اللي انتم حاطينها، لأن لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. صحيح. في أسئلة هني يسألون، وصال يسألون عن طبيعة فقدك للبصر، شو الأسباب وكيف صارت؟ أنا فقدت البصر بسبب مرض اسمه التهاب العصب البصري. فهذا الالتهاب يصيب العصب، فطبعا العصب الخلية الوحيدة في جسم الإنسان اللي ما تتجدد ولا تتغير. فونس إنه يعني صار له أتاك أو التهاب ما يقدر يرجع مرة ثانية. شو أسباب الدكتورة هذا؟ هل وراثي ولا؟ لا، التهاب العصب محمود ممكن في عامل وراثي بسيط، ولكن ممكن يكون مرض السكر، في بعض الفيروسات، بعض التهابات في الجسم تأثر على العصب البصري فتسبب، وحتى في بعض الأحيان يكون اللي هو الجهاز المناعي يحارب نفسه، بالتالي يحارب العصب. فأعتقد وصلك عندك يمكن من الجهة المناعية. نعم. أتوقع. نعم بالضبط. لأن هي صغيرة، فأتوقع من الجهاز المناعي هو اللي حارب عندها العصب البصري، نفس الروماتيزم وغير الأمراض اللي يهاجم الجسم فيها نفسه. إنزين، هني يسألون كيف تأقلموا أطفالك مع الوضع هذا؟ شو تغير مع عيالك في تعاملك معهم؟ طريقة الكلام، طريقة يشرحوا، مثلا يوم يرمسون يوم أقول مثلا أزقر بنتي اسمها سجا، أزقرها سجا تطالعني، بعدين شيء يعني يوم تطالعني أقول لها ماما أنا قاعدة أزقرك، تقول لي نعم ماما، فقامت هي تحاول إنها يعني تساعدني في كل شيء، في كل شيء ممتاز. كل شيء ما شاء الله عليها تساعدني. كم عمرها ما شاء الله؟ سجى بنتي عمرها 9 سنوات. ما شاء الله، الله يخليها لك ان شاء الله. ان شاء الله. وهني بعد يعني يقولون الله يعني يحميك ويشافيك ويخلي لك عيالك. طيب انا ابغي يعني بصراحة انا عندي سؤال معك. ان شاء الله، تفضل استاذة الدكتورة. اختي وصال، انا انت يوم رحتي اندمجتي مع ذوي الهمم من ضمن فرق ورش العمل انت رحتي لها، شو تحسين يفرق لما تجتمعين مع ذوي الهمم في مثل هالورش عن لما كان علاقتك مع الناس الغير من غير ذوي الهمم؟ شو يفرق في شخصياتهم، في روحهم العالية، في طموحاتهم، شو يفرق؟ صراحة أحس أن أصحاب الهمم عندهم ما شاء الله ما شاء الله يعني طاقة إيجابية، يعني ممكن تتوزع على كل يعني سكان الكرة الأرضية ما شاء الله، وعندهم تحدي ما شاء الله عليهم، يعني تحديهم لأنهم يوصلون للشيء اللي يبونه قوي جدا جدا جدا، وأنا منهم استمديت قوتي ويعني إرادتي اللي هي هزمت إعاقتي. ممتاز. أنا ذكرتيني بالرائع يعني زميلنا الإعلامي والشاعر أحمد الغفلي. محمد الغفلي. أحمد دائما ما التقي معاه يعني الدكتورة، أحيانا مرة طلعت معاه أخذت التجربة هذه كلها وياه، يسوي لي حركات حتى يمزح معايا، مثلا أطلع السيارة زين، يطلع السيارة بلف يكفل البيبان وخلينا ندخل السيارة، قال بس عشان أراويك حركات العميان بالضبط. زين، فلا يعني الجلسة جميلة جدا مليانة بالإيجابية. هني وصار أنا أبغي أتكلم عن شغلة من تجربتك الحياتية، شو تبغين تقولين؟ مو بحق حق أصحاب الهمم، لا، أنا أبغى أتكلم عن الناس السليمين
أنت عشتي يعني مرحلة طويلة من حياتك شوفين ودخلتي في هذا يعني الابتلاء من عند رب العالمين وإن شاء الله مأجورة عليه واللهم لك الحمد. أنه يعني أحيانا الواحد ممكن يشوف الشغلة سيئة بالنسبة له ولكن رب العالمين حاط له أشياء وايد أفضل في المستقبل. فأبغي شو تبغين تقولين حقنا نحن اللي ما عندنا يعني المام بالنعم اللي موجودة حوالينا؟ أحب أقول لكم أن أي إنسان عنده نعمة ربي أكرمه فيها أن يحاول يستخدمها ويوقف وجه التحديات اللي تواجهه، واللي عنده هدف لازم يوصله ولازم يحققه بغض النظر شو الصعوبات وشو العثرات اللي تواجهه. لازم الواحد يكون عنده ثقة في نفسه وثقة في ربه أنه يعني أي شيء ممكن يتحقق يعني بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. صحيح. وبقوة الإرادة. صحيح أكيد. وصال شو طموحك؟ يعني دائما إحنا نعرف لو الهمة يكون طموحات حتى تكون عندها أكثر من طموح يوصلها وأكثر من. أنت شو طموحاتك في مجال العمل في مجال حياتك؟ أني أرجع مثل قبل وفاء الأولية أكثر بعد من قبل، إن يعني أتقدم في وظيفتي وفي شغلي وأقدر أنجز نفس الإنجاز اللي كنت أنجزه قبل يوم كنت أشوف. ممتاز. رسائل سريعة. والله أنا معجبة بقوة تشويراتك ما شاء الله. لخت وصال الله يديمك بالقوة والعافية. آمين. ما شاء الله صوتها راحة ما شاء الله عليها. شكرا. الكثير من الرسائل الجميلة جدا. وصال يعني دكتورة ندى تكلمت عن الطموح. أنا أعرف أن ذوي الهمم لما يحطون شيء في راسهم يوصلوا له. نعم نعم بإرادة الله وبقدرة الله إن شاء الله. سبحان الله يعني عندهم قوة وعزيمة في الأشياء اللي يبغون يوصلوا لها. صحيح. عند الكثير من الأصدقاء وعند الكثير من الأبطال حتى الأولمبيين هم يعني استمد صراحة منهم طاقة جميلة جدا في الإنجاز. يعني أتذكر حتى مقولة ما أتذكر تفاصيلها لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ما أتذكر شو تفاصيلها بالضبط، ولكن فيما معناها أن المعاق ليس المعاق جسديا ولكن المعاق هو الذي لا ينجز. نعم صحيح. نعم زين. فأنتوا يعني نحن فخورين فيكم دائما دائما ما ناخذ هذه التجارب يعني كدافع لنا لتحقيق الإنجازات، وأنتوا جزء كبير من هذا المجتمع. ومن خلال معرض إكسبو ذوي الهمم هنالك الكثير من المواضيع اللي تطرح في هذا المجال. فخبرينا أنت كنت في المعرض البارحة وصال، شو انطباعك عن إكسبو ذوي الهمم؟ المعرض كان وايد مفيد. في وايد يعني شركات تعرض علينا أجهزة لمساعدة ذوي الهمم بالذات للمعاقين بصريا. يعني المعرض يعني وايد حبيته لأن حسيت إنه يحبونا يبوننا نكون مثلهم. صحيح. ما في فرق بينه وبينهم، ويعني الله يوفقهم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. أختي وصلت بس أي سؤال قبل ما يخلص البرنامج، عندي فضول. دائما ذوي الهمم تلاقينهم عندهم جماعات تطوعية يتطوعون مثلا للناس اللي عندهم نفس الإعاقة تكون عندهم، فيتطوعون مثلا محاضرات ورش جروبات الدعم تكون موجودة أو جماعات الدعم عشان يدعمون بعض في المشاكل اليومية اللي تواجههم سواء في حياتهم أو في عملهم. فوينج أنت من هذا المجال؟ وين شو خططش في مجال التطوع؟ أنا إن شاء الله يعني أنا أخذت هذه الفكرة من جمعية الإمارات للمعاقين بصريا، لأن أول ما دخلت سووا لنا معسكر للاعتماد على النفس. ممتاز. حتى أن دخلنا المطبخ وقاعد أطبخ. ممتاز جميل. يعني عندي خطط يعني بقول لكم إياها إن شاء الله لقدام، أن في الجمعية أن نمد يعني التطوع لمنازل أصحاب الهمم، لأن في ناس وايد في بيوتهم يعني معتكفين وما يطلعون حتى. صحيح. هم فاقدين البصر وما يعرفون شيء عن عالمنا الجميل. يعني والله عالم المكفوفين عالم جميل جدا 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 وشفاف. يعني الناس يعني من غير أقنعة ها؟ هي والله يعني كنا نحن نعتقد أن نحن نشوف، ولكن نحن يمكن نشوف زوايا مزيفة عند الناس
أنتوا تشوفون دواخل الناس البصيرة البصيرة. محمود أنا كنت يومين من ما كنت فيه مريضة، كان عندي كورس عن لغة الإشارة للصم والبكم، فالمحاضر كان يقول كيف أن الصم والبكم عندهم قدرة يعرفون يحكمون على الشخص من أول نظرة. يقولك أنت من أول نظرة الصم اللي عنده الصم وبكم يقولك هذا الإنسان منافق أو كذاب وأنا ما بتعامل معه. حتى يقول اللي يحاولون يستغلونهم مثلا يقولك تعال أنا بترجم لك، وعشان يستغلونهم ماديا أو شيء يعرف ذوي الهمم هذه ان هذا يبغى يستغله من اول نظره. ممكن حتى احنا ما يعني نستغرب نقول كيف عرفت، ولكن عندهم البصيره قويه جدا مثل ما انت ذكرتي. الحمد لله. نعم صحيح، حتى من الصوت تعرفين الانسان. صحيح اي من الصوت. انا احمد يعرفني وانا جاي. محمود من ريحتك يمكن. بالضبط بالضبط. انزين عموما وصل انا يعني الحلقه ما شاء الله مشت بسرعه معك، وسعيد جدا بهذا، شرفتينا في الاستوديو وبالعكس يعني مبسوطين جدا بهذا اللقاء اللي يعني اعده واحد من اللقاءات المهمه في مسيرتي المهنيه. شكرا لك يا وصال، وكلمه اخيره تبغين تقولينها؟ احب اقول لاي انسان عنده اراده وعنده هدف يمشي فيه. شكرا لك وصال ادريس احمد، مساعد المشرف في قطاع الرعايه الصحيه الاوليه. انا هني بعد ابغي اشكر حقيقه مكتب ذوي الهمم اللي برئاسه الدكتوره لطيفه الرستماني، كذلك اتوجه بالشكر الجزيل للدكتوره منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعايه الصحيه الاوليه انها اولت هذا الاهتمام لهذه الفئه، بانها قائمه قاعده توظف يعني قدر الإمكان توجد وظائف لذوي الهمم تتناسب وطبيعة عمله. ما شاء الله تبارك الله، عزيمتك وإرادتك القوية هي صمود الجبال، وهذا واضح من كلامها، إيمانها بالله قوي. أحييك وشفاك الله وعافاك أخوك سامر عبد المعين. يعني في موضوع ثاني أحمد الشامس يتكلم عنه، عن موضوع السكر، يقول أنه أنا أعرف ناس كان عندهم سكر وشوفوا شفاء تام بعد قيامه بتنظيف في الجسم من جميع السموم، وبالتالي رجع جميع أعضاء الجسم بالعمل بشكل طبيعي 100% ومنها البنكرياس. أرجو من الدكتورة البحث في هذا الموضوع. شو رأيك دكتورة؟ شوف محمود أنا ما أقدر أحكم، لأنه هو يعرف ناس عندهم سكر، أنا ما أعرف هالناس هل فعلا كان في مرحلة السكر ولا ما قبل السكر. يمكن ما كان عندهم سكر، يمكن ما كان عندهم، كان في مرحلة ما قبل السكري. وترى وظائف البنكرياس بعد تختلف من شخص لآخر. في ناس تلاقي لهم من بداية السكر كشف السكر عندهم يحتاجون أنسولين، في ناس لا ممكن يأخذون حبوب فترة طويلة، فيتفرق من حالة إلى أخرى. والله لو فيها العلاج والله صدقوني كان هيئة الصحة وفرتها وريحنا الناس اللي عندهم السكر. طيب شكرا لك دكتورة، وشكرا لكم مستمعينا ومتابعينا عبر الانستغرام. شكرا لك أيمن سرحيل، كل الشكر لميرة مشكورة ما قصرتي ميرا المري. أيضا أنا بعد أبغي أتوجه بالشكر حق ثنتين معانا في الاستوديو اليوم، معانا شيمة تناك شكرا لك كانت موجودة معانا في التصوير، وكذلك كل الشكر حق شو سميتيها؟ نور الجميلة، نور الجميلة، نور نزال شكرا لك، ونراكم إن شاء الله في الغد. ما أدري دكتورة بتين طبعا أنا بكون في إفطار بأنام الوردية إن شاء الله، تنافس مع الهيئات الثانية لإعداد فطور صحي. عموما دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.